السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله. قمه اخرى، قمه قربوس، منطقه تمتار، منطقه قبيله غمره الكبيره، تنضاف الى القمم اللي كيقوم الاخوان بوضع العلامات عليها. هذه اضافه نوعيه وكميه، اعتبار ان هذه المجموعه ديال القمم التي يتم وضع العلامات عليها كتعطي اشهار للمنطقه وكتساهم في السياحه الجبليه بالخصوص. الامتياز هذه المنطقه هذه هي انها كطل على البحر، على بحار ديال المتار وديال الجبهه، بالتالي الانسان ممكن انه يستمتع بوقفه جبليه تا واحد 4 ساعات. القمه شويه وقفه ولكن ليست مستحيله، هي ممكنه وسهله ان شاء الله. ثم بعد ذلك يمكن له يهود البحر، يقضي فيها البحر، فبالتالي فهي كما قلت في الاول قمه مهمه وجميله جدا. هذا الشيء كيسعدنا وكنشكروا جميع الزملاء اللي قاموا بهذه العمليه هذه. تحيه لكم، مرحبا بكم في جبال شمال الريف. فعلا قضية ديال البلايك يثار حولها حاليا نقاش قوي، ونقاش فيه وجهات نظر مختلفة ومتناقضة، ولكن ولا أحد ينكر الجميل ديال هاد المبادرة الحسنة التي اتخذها مجموعة من الزملاء في مدينة تطوان. إذا أردنا أن نقيم ما حققته هاد العملية ديال وضع البلايك في القمم، ربما لم تحققه السياسات العمومية منذ الاستقلال إلى اليوم. فالنقاش هو نقاش مشروع وصحي، ولكن إذا قرنا الإيجابيات مع السلبيات ولا التبعات اللي غير محمودة بالنسبة لهذه العملية، نجد الإيجابيات كثيرة وكثيرة جدا، تتجلى أساسا في إعطاء قيمة لكل القمم الجبلية الموجودة في شمال المغرب تحديدا، لأننا الآن نتواجد في شمال المغرب. وأهم حاجة هو أنك نعطيه هوية للجبل، تنعطيه هوية للجبل، الجبل يصبح له اسم، له اسم مشهور، وبالتالي أنه كيصبح وجهة سياحية على المستوى المحلي، على المستوى الجهوي، وعلى المستوى الوطني. هذه القيمة الأولى. القيمة الثانية أننا كنحافظوا على ما يسمى بالهوية الطوبونيمية ديال الأرض. كما نعلم كل جبل له اسم، والحفاظ على هذا الاسم هو يدخل في إطار الحفاظ على الهوية المحلية لهذه القمم الجبلية وهذه القبائل. فالنقاش يثار حول سبب اختيار بعض الأماكن من دون غيرها، أو عدم وجود أو عدم تطابق ما بين المواقع التي تختار وأسماء الجبل. فالإخوان الذين يجتهدون لوضع هذا الواحد التعريفية ولا هذا البلايك لهم أهداف، إما لإظهار أهمية ديال قمة معينة، وإما لجذب الناس نحو مسار معين، وإما لإعطاء قيمة لمعلمة في قمة جبل كما هو موجود في مختلف القمم في شمال المغرب. وأرى أن الأهداف التي حققت إلى اليوم هي أهداف تشجع وتدعو إلى المزيد من وضع القمم وليس العكس. صحيح أن هناك آراء كما قلت في البداية آراء تنتقد، ولكن أعتقد أن الانتقاد غير مبني على أسس صحيحة. فإذا شفنا العالم، القمم الجبلية في العالم كلها لها علامات في القمة. مثلا الإنسان لما يخوض واحد التحدي يوصل إلى القمة كياخذ صورة تذكارية مع اللافتة ديال القمة كدليل أنه وصل إلى القمة، وهذا هو الهدف الأساسي بالنسبة لنا احنا في هذه القمة. مثلا لما نصل القمة ناخذ صورة، فهذا هو وجهة النظر ديالي، أنها حققت أشياء لم تحقق من طرف أو من قبل من طرف حتى المؤسسات الرسمية اللي معروفة مهتمة بهذا المجال. هذا تقريبا تم تغطية الجهة ديال طلس مطان والجهة ديال بو هاشم، وحاليا بدأ الانفتاح نحو مناطق جديدة ولا نحو قمم جديدة، كما نتواجد الآن على هامش وضع لوحة تعريفية بجبل قربوس بعمق قبيلة غمارة وتحديدا بني بوزرة، وهذه بادرة حسنة. أولا غتعطي واحد الإشعاع جديد لهاد المنطقة اللي مشهورة عند المغاربة كاملين بهاد السواحل الرائعة وهاد الشواطئ الرائعة، بحال بوعرقوب، بحال جنان النيش، بحال الأمطار. فأنا شخصيا لست مع الخلية التي تخطط وتبرمج، ولكن ما أعلم هناك اقتراحات أخرى مرشحة أيضا أن تنال حظها وتركب فيها القمم الجبلية أو قمم تعريفية بهذه الجبال، ولكن كاسم لا أتوفر زعما على البرنامج المقبل ولا الاسم المرشح قريبا لوضع علامة جديدة.